للأجيال القادمة حملت الأمل بأن الشمس لن تغيب أبداً عن أرض علت فيها الحصون والقلاع لتحكي سيرة وطن وشعب عريق الأزمنة. احنا عدنا في إمارة أبوظبي ممتدة من المنطقة الغربية وأبوظبي والمنطقة الشرقية، هني عدنا قلاع وحصون تميزها طبعاً. هذا الزائر اللي بيجي من برا بيشوف أن هاي البلد لها عادات وتقاليد، الطراز المعماري اللي كانوا أهل البلد كانوا كيف ساكنين وكيف كانوا يبنون بيوتهم. الدكتورة أمل القبيسي لامست الحجر العتيق فأحيته ورسمت خطوة التاريخ فمشى قدما. الدكتورة أمل القبيسي صراحة كان لها دور كبير، وكانت فعلا البنت الإماراتية المخلصة لهذا العمل مع طلابها مع زملاء العمل، كانت تنسى نفسها، فكان لها دور وبصمة كبيرة طبعا لي أنا شخصيا وللطلاب اللي كانوا يعملون معها. كانت تداوم في اليونسكو، حتى العاملين في اليونسكو في فرنسا كانوا يفتكرونها موظفة عندهم. شفتها متواضعة جدا ومحبوبة لدى الجميع وخاصة طلابها، أيضا كانت تحضر طلابها كتابة يعني أي تفاصيل أي معلومة تجمعها عن القلعة نفسها. مع كل شمس تغيب تطوي أمل القبيسي سيرة تراث يستحق الحياة، كما قلعة الجاهل التي تم ترميمها ليعتز كل إماراتي بأصالة تاريخه. إلى أمل القبيسي كل التكريم، وجائزة تعبر عن امتناننا لهذه السيدة المميزة التي جعلت تراث الإمارات في منأى من النسيان.